مشاهدينا أهلا بكم ضمن أخبار الظهيرة مباشرة من القناة الأولى. ابتداء من اليوم تتولى المملكة المغربية رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2025 لمدة شهر. الرئاسة المغربية لهذه الهيئة التقريرية للاتحاد الإفريقي تندرج في إطار استمرارية التزامات المملكة من أجل إفريقيا تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار، وتشكل تتويجا لجهود دبلوماسية المملكة على مستوى القارة الإفريقية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لصالح السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا. تنطلق اليوم الحملة الوطنية للتحسيس والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وذلك مع انطلاق الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي شهر التعبئة والتوعية حول هذين السرطانين، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 أكتوبر تحت شعار الكشف المبكر وقاية ولصحتك حماية. وتهدف هذه الحملة إلى تحسيس وتوعية الساكنة عموما والنساء من الفئات العمرية المستهدفة، أي اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 40 و69 سنة بالنسبة لسرطان الثدي، والنساء ما بين 30 و49 سنة بالنسبة لسرطان عنق الرحم حول أهمية الكشف المبكر. تنظيم هذه الحملة فرصة لتسليط الضوء كذلك على المجهودات التي تقوم بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركاؤها في هذا المجال من أجل الحد من انتشار هذين السرطانين في أوساط النساء والفتيات. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا اللحظة مباشرة من مدينة مراكش الدكتور عبد الملك المنصوري، طبيب جراح والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم الحوز. أهلا بك دكتور. اليوم تنطلق الحملة الوطنية للتحسيس والكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، ما الغاية من هذه الحملة والتي تأتي في إطار المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان ببلادنا؟ شكرا سيدتي الفاضلة. طبعا وزارة الصحة العمومية والحماية الاجتماعية بدأت في واحد الحملة تحسيسية وتوعوية في هذا الشهر أكتوبر الوردي، هذا الشهر اللي غادي تكون واحد الحملة وطنية للتحسيس والكشف المبكر من 1 أكتوبر ل 31 أكتوبر، طبعا تحت شعار الكشف المبكر وقاية ولصحتك حماية. طبعا تنستهدفوا من خلالها النساء اللي ما بين 40 و69 بالنسبة لسرطان الثدي، وكذلك ما بين 30 و 49 عام سرطان عنق الرحم لما تحتله هذه السرطان من مراتب أولى فيما يتعلق بسرطان المرأة. طيب دكتور، ما هي المعطيات والنسب المتوفرة لديكم بخصوص الإصابة بمرض سرطان عنق الرحم في بلادنا؟ طبعا سرطان عنق الرحم في بلادنا يأتي بعد سرطان الثدي، وهو تقريبا من رابع السرطانات انتشارا لدى المرأة، وعندنا 52 ألف حالة مرض سنويا وتقريبا 2000 حالة وفاة. طيب دكتور، أكيد أن للتشخيص دور مهم في بداية العلاج مبكرا، كيف يتم التشخيص المبكر وهل بلادنا تتوفر على ما يكفي من المراكز لتعزيز العرض العلاجي سواء بالحواضر أو العالم القروي؟ طبعا هناك جهود كبيرة وهناك جهود جد مهمة تقوم بها وزارة الصحة فيما يتعلق بالتحسيس والكشف المبكر. فلدينا 43 مركز مرجعي للصحة الإنجابية، وعندنا 11 مركز جهوي للأنكولوجيا. طبعا هادو كافيين باش نقوموا بعملية التحسيس والتشخيص المبكر، ولكن إضافة إلى هذا وزارة الصحة
اقتنت 22 يونيتي موبيل، يعني لي زونيتي موبيل اقتنتهم باش حنا نتحركوا عند المرضى بالاخص اللي ما عندهمش الولوجيات، يعني الناس اللي بعد على المدن او في يعني في القرى والمداشير لي زونكلافي، حنا تنتحركوا عندهم. وزاره الصحه لديها استراتيجيه مهمه، والسيد وزير الصحه يعني اعطى تعليمات صارمه في هذا الباب حتى تستفيد جميع النساء من هذا البرنامج ديال التحسيس والتوعيه. وطبعا هناك تدابير مهمه اتخذتها وزاره الصحه مع قطاعات وزاريه اخرى ومع المنظمات الغير الحكومية وجمعية المجتمع المدني لإنجاح هذه العملية، والتشخيص والعلاج يكون في أفضل الظروف. دكتور عبد الملك المنصوري، طبيب جراح والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوزة، شكرا على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من مراكش. والعناية بالأسنان تعد عنصرا رئيسيا للمحافظة على صحة الإنسان وتحسينها، فمتابعة الشخص لنظافة فمه وأسنانه يعد أمرا مهما في الوقاية من عدد من الأمراض والبكتيريا المضرة التي قد يؤدي تسربها إلى أعضاء الجسم إلى مضاعفات خطيرة. روبورتاج سمير أصبان وحمزة السايح. تسوس الأسنان وأمراض اللثة من الأمراض الأكثر شيوعاً، بين 60-90% من البالغين يجابهون هذه الحالة المرضية. هنا تبدو أهمية الخطوات الوقائية. بالنسبة لجهان، زيارة طبيب الأسنان خطوة لا تستغني عنها مرات عدة في السنة للتأكد من سلامة صحة أسنانها. بعد مرات كنجي بصفه تقويميه، بعد مرات كنجي بصفه علاجيه، على حسب الكا ديالي. دي فوا جوست بوغ ان ديتارتراج، حيت ملي كنعتنيو بسنانو كنعتنيو بالصحه ديالنا، ونفس الوقت سي نوتر ايماج، سنيناتنا مهمين يكونوا دقيقين، وحتى لا لين ديالنا كتكون مزيانه. طبيب الاسنان ولا حتى هو ضروري، لان عنده مضاعفات، يقدر يقص لها المعدة، يقدر يقص لها القلب، يعني بالاخص للدراري الصغار. وانا ديما مولف كنجي شاك 3 موا ولا 6 شهور، هذه كنجي ديما، ماشي ما عنديش تقويم الاسنان، كنجي نعالج الاسنان الا كان شي حاجه، واخا ما يكونش مرض خصني نجي للطبيب تشوف. عدم تنظيف الاسنان بشكل منتظم قد لا يكون دائما السبب. مضاعفات أمراض كداء السكري وأمراض الكبد والقلب. من جهة أخرى كنلاحظوا بأنه كاين واحد التحسيس ديال المواطن المغربي، ولا عنده تحسيس وعنده انشغال كبير بسنانه، ولكن كنلقاو على أنه نظافة الأسنان عند واحد الفئة بقية ضعيفة، ومن هذا الباب هذا، من هذا السبب هذا، كاين اذا هذا عدم النظافه تنظيف الاسنان كتخلق مشاكل، اللي هي مشاكل ديال التسوس من جهه، ومن امراض اللثه وعظام الاسنان حتى هي من جهه اخرى. امراض الاسنان ولا مشاكل الاسنان عن عده عوامل، نذكر منها خصوصا تسوس الاسنان التي تعتبر العامل الرئيسي، اللي هو عباره عن ضرر للسطح الخارجي للسن المينا، واللي كيتسبب بسبب البكتيريا، وكينتج على هذا المشكل تجويفات وثقوب بالسن. نذكر كذلك عدم الاعتناء بنظافة اللثة والأسنان بشكل ملائم. تنظيف الأسنان بشكل منتظم وسليم خطوة بسيطة، لكنها كفيلة بالحفاظ على صحة الأسنان ومعها صحة الإنسان، في الوقت الذي تؤكد فيه دراسة طبية العلاقة بين صحة الأسنان وصحة القلب. فاكهة الرمان من الفواكه التي تتعدد فوائدها الغذائية والصحية والاقتصادية كذلك، فزراعتها أصبحت مصدرا ليس لتنويع الإنتاج فحسب، بل لتنويع وتحسين دخل الفلاح أيضا. من إقليم تونات، روبورتاج أحمد العلوي ومصطفى الزهيري. غراسة أشجار الرمان من الزراعات التي أضحت تعرف انتشارا بإقليم تونات بهدف تنويع المنتوج الفلاحي وحماية التربة من الانجرار، وتندرج ضمن برنامج تنمية الأشجار المثمرة
بالمنطقة. تنغرسوها مهم كتوجي كذا عندها واحد 3 سنين كتبدا تعطينا الغلة ديالها. المدة ديال 3 سنين حتى 7 سنين ما حدها كتزاد وهي كتزاد في الغلة ديالها. الشجرة كتعطينا تقريبا 200 حتى 300 كيلو للشجرة. وإلى جانب تنويع المنتوج الفلاحي تساهم هذه السلسلة في خلق زراعات بديلة لتحسين ظروف عيش الساكنة القروية وتنمية دخل الفلاح من خلال تسويق المنتوج. بالنسبة للتسويق تنسوقوا عادي محليا على حسب السوق. إذا كان السوق داير الثمن راه تيكون الثمن، ما داير السوق الثمن راه زين بعدا تمشيو مع حساب السوق. القيمه ديالهم قيمه كبيره بالنسبه للدخل السنوي ديال الفلاح، لانه واحد القطار ديال الرمان ماشي هو قطار ديال الزرع. بالنسبه للفلاح قطار ديال الزرع الا كان شي عام اللي هو مزيان ما غيتعدلو شي واحد 50 60 قنطار، فيما ان الرمان تبارك الله راه كيضاعف هذا المحصول هذا ثلاثه ولا اربعه ديال ولا ديال المرات. عمليه تاتي بالموازاه مع القيمه الايكولوجيه لغراسه اشجار الرمان وقيمتها الغذائيه ايضا، الى جانب وقعها السوسيو اقتصادي على الساكنه القرويه باعتبارها شجره مثمره. ومعنا مباشرة السيدة فردوس أمزيان حسني، أخصائية في أمراض الغدد السكري والتغذية العلاجية. دكتورة مرحبا. خلال هذه الفترة من السنة يكون المواطنون مع موعد توفر فاكهة الرمان. دكتورة، ما هي فوائدها الغذائية والصحية؟ شكرا على الاستضافة بمناسبة موسم الرمان. إذن فاكهة الرمان هي فاكهة رائعة شكلا ومذاقا، والفائدة الغذائية ديالها هي أروع. بالنسبة للفوائد العامة لفاكهة الرمان التي تستعمل بكثرة في الطب البديل، إنها تقوي عضلة القلب وتمنع وضعية الكوليسترول في جدار أوعية القلب، تحسن من الوقاية من سرطانات البروستاتا والثدي والرحم والرئة، تقلل من التهابات المفاصل وتحسن من المناعة العامة لجسم الإنسان، تحسن من نضرة البشرة لأنها تحتوي على فيتامينات عديدة كفيتامين A والدي وE والسي، غنية بالكالسيوم والفيتامينات والمغنيسيوم والفوسفور، تسهل عملية الهضم وهي مفيدة جدا للناس اللي عندهم الإمساك بكثرة أو الإسهال بكثرة لأنها غنية بالألياف مع قيمة غذائية مرتفعة وسعرات حرارية أقل. هي مفيدة جدا للناس اللي عندهم السكري لأنها تمنع من تخزين الدهون. هي بالفعل فاكهة جيدة جدا بالنسبة لمرضى القلب والسكري. طيب دكتورة، دائما الاستهلاك الغذائي للفواكه يجب أن يكون دون إفراط في حالة الرمان. هل هذه الفاكهة قد تكون لها أعراض جانبية في حالة الاستهلاك المفرط، وهل ينصح بعدم تناولها في حالات مرضية معينة؟ بالفعل فاكهة الرمان هي فاكهة جيدة، عندها تستعمل في أمراض مزمنة كثيرة كمرض الأنيميا، كمرض الجهاز الهضمي، مرض الألزهايمر. الاستعمال المفرط يقدر يعطينا انعكاسات جانبية أو فعالية معاكسة تماما، إذن لا إفراط ولا تفريط، الاستعمال يجب أن يكون معقلا. الدكتورة فردوس أمزيان حسني، أخصائية في أمراض الغدد السكري والتغذية العلاجية، شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات. في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يومه السبت ابتداء من 5 ظهرا إلى غاية 11 ليلا نزول زخات رعدية قوية مصحوبة بهبات رياح. التساقطات ستتراوح مقاييسها بين 20 و 30 ملمتر بكل من ورزازات تنغير، زاغورة، الرشيدية، ميدلت، بني ملال، أزيلال والحوز.
كما تتوقع المديرية اليوم السبت وغدا الأحد هبوب رياح محليا قوية سرعتها ستتراوح ما بين 75 و 85 كيلومتر في الساعة بكل من طنجة أصيلة الفحص أنجرة تطوان تنغير زاغورة الرشيدية ميدلت أزيلة الفيجي جرادة وجدة أنقاد توريرت وبولمان. التحديات المائية بالمملكة في ظل تراجع الموارد المائية فرضت الخوض في جملة من التدابير الإجرائية للتعاطي مع إشكالية ندرة المياه. على مستوى جهة قلميم ودنون التأم الفاعلون والمتدخلون المحليون خلال أشغال يوم دراسي نظمه مجلس الجهة لبحث آليات وطرق إيجاد حلول جذرية للمشكل. حافظ محضر وجمال الخصاصي. في ظل تنامي إشكالية تقلص الموارد المائية بالجهة على غرار باقي ربوع المملكة بفعل عوامل عدة من جملتها شح التساقطات المطرية، ينظم هذا اليوم الدراسي الذي دعا مجموعة من الفاعلين والمتداخلين المحليين لبحث سبل وآليات تجاوز التراجع الكبير والحد من أسباب الاستنزاف المتواصل للفرشة المائية بالمنطقة. إطار اللي احنا مجموعين فيه اليوم هو التفكير في حلول يعني المستقبل، كيفاش أنه إلى انفتحنا على شراكات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص بإضافة للمجتمع المدني، كيفاش يمكن أننا نلقاو حلول لهذا المشكل هذا، لأنه أصبح يعني المستقبل مرهون به، وكل ما التقوا هاد الأفكار هاد الأطراف هذه وفكروا يعني في حلول اللي فيها كثير من الإبداع فلازم أنه يلقاو حل. الجهة ومجلس الجهة منخرط تماما من أجل إيجاد حلول جذرية لوضعية الماء وللنهوض ب يعني هذا القطاع داخل الجهة. وكما تعلمون أيضا تمت المصادقة على عدد من الاتفاقيات التي سوف يتم تنزيلها إن شاء الله في الأشهر المقبلة، اتفاقيات كبيرة ومشجعة تضم خلق وبناء سدود تلية وكذلك تضم إنجاز عمليات ربط فردي وجماعي لجماعات ودواوير سواء المتعلقة بمحطة تحلية الماء لسيدي إفني أو الربط الفردي في عدد من الجماعات. أشغال هذا اليوم الدراسي استعرضت جملة الأوراش والمشاريع المائية الكبرى التي انخرطت فيها الجهة للتعاطي مع إشكالية ندرة الموارد المائية وتغطية الحاجية القائمة، منشآت وبنية مهمة ترى النور بتراب الجهة، من أهمها سد فاس كالذي يعد من أضخم السدود المنجزة على صعيد المملكة والتي بلغت نسبة تقدم أشغاله 80%. تعملوا بزاف ديال المشاريع لتصدي لتحديات عجز الموارد المائية. بالنسبة لوكالة الحوض المائي فهي عطت انطلاق ديال بناء مجموعة من السدود الكبرى والسدود التلية، من أهمها هو سد فاسك لأنه سد من بين السدود الكبرى اللي في الجهة. هذا السد عنده مجموعة من الأدوار، أولا تعبئة الموارد المائية عن طريق تغذية الفرشة المائية لقلميم، وكذا الدور دياله في دعم وتقوية نظام الري. يوم دراسي إذن أتاح فرصة اللقاء والتواصل بين كافة المتدخلين المحليين قصد تشخيص واقعي للظرفية الراهنة للموارد المائية وتحديد سبل تأمين حاجية الساكنة من المياه وضمان استدامة هذه الموارد الحيوية. ومعنا مباشرة السيد حفيظ أحمد المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء بجهة قلميم ودنون. سيدي مرحبا. إشكاليات مهمة يطرحها تقلص الموارد المائية بجهتكم على غرار باقي أرجاء المملكة، ما هي أهم المظاهر التي تعكس ذلك؟ شكرا سيدتي، شكرا القناة الأولى على الاستضافة. نحن اليوم في يوم دراسي على صعيد جهة قلميم ودنون للتدارس والتنسيق مع جميع المتدخلين في قطاع الماء من أجل إنجاز التحسيس وإنجاز المشاريع المبرمجة وخاصة التي تدخل في إطار البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية اللي تدخل كذلك في البرنامج الوطني
للسقي والماء الصالح للشرب 2027. طيب كقطاع وصي على ضمان تزويد ساكنة الجهة بالماء الشاروب، ما هي أهم التدخلات التي تبشرونها لضمان تغطية شاملة وتجاوز إشكاليات النقص؟ فأمام ندرة الموارد المائية وكذلك الجودة، قلة الجودة، فالمكتب يقوم بعدة مشاريع من أجل تقوية وإنتاج الماء الصالح للشرب وتلبية حاجيات الجهة، وذلك بإنجاز مشاريع مهيكلة من بينها محطة توسيع محطة التحلية اللي توجد في طنطان، اللي غتصبح الصبيب ديالها غادي يدوز من 50 لتر 100 لتر في الثانيه ل 150 لتر في الثانيه، وكذلك الوقوف حاليا على انجاز محطه ديال التحليه في سيدي افني اللي غتزود الاقليم ككل لا الحضري ولا القروي بالماء الصالح للشرب، وكذلك نقوم بجميع تجهيز جميع النقط المائيه اللي هي فيها صبيب وكذلك والجوده ديالها متدهوره. سنقوم بانجاز محطات متنقله اللي كتقوم بالمعالجه من اجل التقويه، وبهذه المجهودات الحمد لله حاليا الجهه يتم تزويد الساكنه بطريقه منتظمه وفي انتظار المشاريع كما قلت المهيكله. فمن بين المشاريع المهيكله هناك دراسه حاليا ديال محطه ديال التحليه من اجل تزويد اقليم قلميم، وكذلك مبرمجين حتى اقليم الصغر ناخذوا بعين الاعتبار الحاجيات ديالو. فاذا هناك مشاريع اللي هي مهيكله اللي مبرمجه في برنامج 2027 اللي راه الحمد لله في طور الانجاز. وشكرا. سيد حفيظ أحمد المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء بجهة قلميم ودنون، شكرا على مساهمتكم معنا. دوليا صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأمس على ضم 4 مناطق أوكرانيا، ما أثار موجة إدانة دولية، فيما تعهدت كييف مواصلة تحرير أراضيها. جاء ذلك بالتزامن مع ضربة صاروخية على منطقة خاضعة للسيطرة الأوكرانية قرب زابوريجيا خلفت ما لا يقل عن 25 قتيلا مدنيا. خالد الأحمدي. روسيا تستخدم حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار أمريكي ألباني يدينها ردا على ضمها 4 مناطق في أوكرانيا ما حال دون تمريره. مشروع القرار أيدته 10 دول فيما امتنعت 4 بلدان عن التصويت، ويتعلق الأمر بالصين، الهند، البرازيل والغابون. اجتماع مجلس الأمن الدولي يعقب توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس رسميا قرارا يقضي بضم مناطق دونيتسك ولوغانسك شرقا ومقاطعتي زابوريجيا وخيراسون جنوبا. الرئيس الروسي دعا كييف إلى التوقف عن القتال والعودة إلى التفاوض، دعوة ترفضها السلطات الأوكرانية التي تعتبر القرار الروسي صوريا. القرار الروسي قبل بالتنديد أيضا من قبل عدد من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد بدعم جهود أوكرانيا في استعادة المناطق 4. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن أيضا عن فرض عقوبات شديدة على موسكو ردا على قرار الضم الذي تعتبره انتهاكا للقانون الدولي. هذه التطورات تتزامن والمزيد من التصعيد على الساحة. كييف تعلن عن مقتل 30 شخصا وإصابة 88 آخرين بجروح في القصف الذي استهدف زابوريجيا. دوليا دائما أدى الإعصار إيان إلى مقتل 23 شخصا على الأقل أثناء مروره بفلوريدا. وقالت إدارة إنقاذ القانون بفلوريدا في بيان إن الكثير من الضحايا ماتوا غرقا، وتحدث عدد من وسائل الإعلام عن خسائر بشرية أكبر. ويواصل الإعصار تقدمه السريع معددا بفيضانات بحرية قاتلة على سواحل كارولينا الشمالية حسب المركز الوطني للأعاصير.
في نسختها الرابعة اختارت الجمعية المغربية للمراقبة والمحاسبة والتسيير مناقشة موضوع العلوم الاقتصادية والتدبير على ضوء الأزمات الراهنة والتحديات الاقتصادية المرتبطة بعالم المناخ والأعمال. ريبورتاج سعيد الإدريسي وسفيان الإبراهيمي. باحثون وخبراء دوليون يشاركون في هذه التظاهرة الدولية ويبحثون سبل تطوير آليات التعامل مع مختلف الأزمات الإقليمية والدولية. هي تظاهرة كبيرة تجمع أكثر من 20 دولة إفريقية وأخرى من أوروبا. نقاشات المؤتمر ستمكننا من البحث عن الحلول الناجعة لتمكين المقاولات من تجاوز الأزمات. ورشات وموائد مستديرة تطرح للتحليل والنقاش مواضيع تهم الرقمنة والأزمات الاقتصادية المالية العالمية، والهدف التفكير في إيجاد حلول علمية وعملية للإشكاليات ذات البعد الاقتصادي والمناخي. سنخسرنا هذا الموضوع هذا اللي تيخص الرقمي وتيخص البيئة وتيخص الإيكولوجي في ظل يعني الرهانات اللي تجاوز المغرب يعني مع الأزمة ديال الكوفيد. غادي يشارك بعدة يعني ورقات علمية. وإلى جانب القضايا الراهنة ستعرف هذه الدورة الرابعة التوقيع على اتفاقيات للشراكة والتعاون بين مجموعة من المختبرات العلمية الجامعية، إلى جانب تكريم أساتذة باحثين وطلبة في سلك الدكتوراه متخصصين في العلوم الاقتصادية. وللمزيد من التفاصيل حول اللقاء نربط الاتصال المباشر من الدار البيضاء بالسيد ياسين حلمي أستاذ جامعي ومؤسس الجمعية المغربية للمراقبة والمحاسبة والتسيير. سيدي مرحبا، لماذا اختارت الجمعية مناقشة مواضيع مرتبطة بالرهانات الاقتصادية والتحول الرقمي؟ مرحبا. إذن هذا المؤتمر في نسخته الرابعة هو مؤتمر سنوي دولي احتضنته هذه السنة المركب الثقافي محمد الزفزاف بالدار البيضاء، وتمت تنظيمه من طرف الجمعية المغربية للرقابة والمحاسبة والتدقيق، وكذلك من طرف المختبر الاقتصاد والتدبير لجامعة السلطان مولاي سليمان. إذن اخترنا في هذه النسخة هذا الموضوع ديال إعادة التفكير ومناقشة العلوم التدبير وعلوم التسيير على ضوء الرهانات وعلى ضوء الأزمات التي تعيشها بعض الشركات في هذا العصر، وكذلك على ضوء التحديات المناخية والتحديات الاقتصادية والتحديات البيئية. والهدف هو كون هذا المؤتمر يهدف إلى إعطاء حلول لهذه الشركات لكي يتم تطبيقها، ومن بين هذه الحلول هي رقمنة جميع لي فونكسيون او نيفو ديال هاد الشركات. طيب ما هي اهم فقرات برنامج هذا اللقاء؟ طيب هناك عدة فقرات. كانت هناك فقرة أولى مع سيونس بلينيير، وكان فيه هناك عدة كلمات، كلمة لرئيس الجمعية، كلمة لمنسق المؤتمر، وكلمة لمدير المختبر، وسيكون هناك عدة ورشات. كما على هامش هذا المؤتمر سيتم تكريم عدة شخصيات وعدة أساتذة باحثين من ذوي الاختصاص، وذلك لشكرهم على ما فعلوه في لتطوير منظومة البحث العلمي. وكذلك على هامش هذا المؤتمر قمنا بإعطاء وتقديم جائزة أحسن دكتوراه نوقشت في المالية، وأحسن دكتوراه نوقشت في ميدان المحاسبة والتدقيق CCA، وذلك بشراكة مع هيئة الخبراء المحاسبين. وأيضا ما بين الفقرات لهذا المؤتمر هناك فقرة تكوينية للدكاترة الباحثين وللطالبين الباحثين في عدة نقاط عندها علاقة مع الميثودولوجي، عندها علاقة مع لابوبليكاسيون دارتيكل سيونتيفيك، نشر المقالات العلمية، وذلك في إطار تجويد البحث العلمي والرقي بمنظومة البحث العلمي والابتكار والتعليم العالي. شكرا. سيد ياسين حلمي أستاذ جامعي ومؤسس الجمعية المغربية للمراقبة والمحاسبة والتسيير، شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات، كنت معنا مباشرة من الدار البيضاء.
إلى إسطنبول بتركيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لبابتوريا الأطراف يفتتح أولى مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات كأس العالم أمام منتخب إيرلندا اليوم تمام الساعة 1:30 بتوقيت المغرب. وليلة أمس بالملعب الكبير بإسطنبول افتتحت فعاليات النسخة 16 للبطولة بمشاركة 24 منتخب. المنتخب الوطني يتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب البرازيل، إيران وإيرلندا. خصم اليوم مباراة الافتتاح دارت بين بطل أوروبا منتخب تركيا ومنتخب فرنسا، وكما كان منتظرا احترم المنطق وكان الفوز في الأخير لمنتخب تركيا بثلاثة أهداف لصفر. المباراة الثانية عن المجموعة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بين البرازيل وإيران تجرى في الساعة 2:30 من هذا اليوم. رياضيا دائما وبرسم الدورة الرابعة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل فريق شباب المحمدية مع فريق الرجاء الرياضي بدون أهداف، فيما تفوق الجيش الملكي على ضيفه الدفاع الحسني الجديد بأربعة أهداف لهدف. التفاصيل مع عبد الحق بيات. بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وفي لقاء مقدم عن الجولة الرابعة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، فاز فريق الجيش الملكي على فريق الدفاع الحسني الجديدي بحصة قوية افتتحها اللاعب رضا سليم إثر ضرب جزاء في الدقة السابعة. أربع دقائق أضاف اللاعب الإيفواري جوزيف كيدي كانادو أضاف هدفا ثاني لفريق الجيش الملكي بعد خطأ فادح للحارس محمد شنتوف. وفي الدقة 36 سيعلن الحكم محمد الهويدري عن ضرب جزاء ثاني، وهاته المرة لصالح فريق الدفاع الحسني الجديدي، وذلك بعد اللجوء لتقنية الفيديو الفار. ضرب جزاء سجلها اللاعب الكيني مسعود جمعة. إنما تغييرات المدرب عادل السراج أعطت أكلها بعد ذلك، ليوقع اللاعب أدم النفتي هدفا ثالثا لفريق الجيش الملكي في الدقة 63 من اللقاء بعد تمريرة عرضية داخل المعترك من طرف اللاعب رضا سليم. وفي الدقة 70 من اللقاء يعود نفس اللاعب أدم النفتي ليوقع هدفا رابعا لفريق الجيش الملكي الذي فاز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ويسير بخطى ثابتة هذا الموسم. في حين وفي لقاء آخر اكتفى فريق الرجاء الرياضي بنتيجة تعادل السلبي صفر لمثله في مواجهة فريق شباب محمدية هنا ملعب بشير في لقاء متواضع لم يعرف فرص واضحة للتسجيل وانتهى فعلا بالبياض في كل شيء. ومن الدوري الألماني في كرة القدم نتابع لقطات من مباراة باير ميونخ وباير ليفركوزن والفوز العريض للفريق البافاري برباعية نظيفة. العودة مع عبد الحق بيات. مشاهدينا نهاية أخبار الظهيرة، هذه أبرز العناوين. اليوم تنطلق الحملة الوطنية للتحسيس والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم تزامنا مع انطلاق الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي، شهر التعبئة والتوعية حول هذين السرطانين. بإقليم تونات يعتبر إنتاج الرمان من الأنشطة الفلاحية المهمة التي تمكن من خلق فرص شغل وتنويع الإنتاج بالمنطقة نظرا لأهمية المنتوج وقيمته الغذائية التي تزيد الطلب عليها. بالدار البيضاء الجمعية المغربية للمراقبة والمحاسبة والتسيير تناقش موضوع العلوم الاقتصادية والتدبير على ضوء الأزمات الراهنة والتحديات الاقتصادية المرتبطة بعالم المناخ والأعمال. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.